اسمي عبد الرحمن علاء حسن، عمري 13 سنة، الصف الدراسي تاني إعدادي. فايدة دراسة الماي سيكوال هي التربيط ما بين الجداول، لو عندي داتا متخزنة هقدر أجيبها في أي وقت. طه الفود اللي أنا نفذته كان لي محل يعني محل بيبيع مثلا ماوس، مايكرويف، كيبورد كده. فالكود اللي انا عملته الكود اهو، انا كريت اول عملت اول حاجه كريت داتابيز، وبعديها استخدمتها، وبعديها كريت تيبل وحطيت فيه الداتا، وطبعا عملت انسيرت للداتا، انسيرت عملت 29 انسيرت، وبعد كده كريت تيبل تاني، بعدها كريت تيبل تاني، وبعدين حطيت فيه الداتا برضو، وبعديها انسيرت عملت انسيرت للداتا، وبعد كده كان فيه أسئلة عملتها اهو، وبعد كده عملت تربيط بين الجداول. وزي ما قلت لحضراتكم عملت تربيط ما بين الجداول، وعملت جول الداتا، وطبعا ده بعد ما عملت كانت بعد ما كريت الداتا. فدي الداتا معانا اهي، وجدول اليوزرز ده كمان اهو. طبعا شكرا جدا والحمد لله، ده كان مشروعنا اللي انا عرضته على حضراتكم دلوقتي. وشكر خاص للميس اسماء، بعد ما الكود كبير جدا وبعد ما اتمسح الكود وعملناه تاني، والحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا ليكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.